يجب جمهورنا يحضر مبارياتنا، ما عندنا مشكلة احنا ويا الكويت. بدقيقتين إليكم الأخبار. إجراءات تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية تصطدم بقانون من السبعينيات. مجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية تعلن بدء إنشاء مشروعات في العراق. السلطات الكويتية تسمح بدخول 200 مشجع عراقي لحضور مباراة العراق والكويت. أفاد مدير بلديات بغداد ياسر القريشي بأن تحويل جنس الأراضي من زراعي إلى سكني اصطدم بالقانون 117 لسنة 1970. وقال القريشي ليوتيدي أن تحويل جنس الأراضي يتضمن 5 مراحل أنجزت 3 منها، لكن المرحلة الرابعة المتضمنة النقل الملكية توقفت لتعارضها مع القانون 117. أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية بدل الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لإنشاء مشروعات واستثمارات بالعراق، وقالت الشركة إنها ستعلن مزيدا من التفاصيل لتلك المشروعات عند البدء في الإجراءات التنفيذية المتعلقة بها. بلغت صادرات العراق النفطية أكثر من 108 ملايين برميل في تموز الماضي، وقالت وزارة النفط إنها صدرت 108,053,356 برميلا في تموز. عدلت وزارة العمل شرط عمر المتقدمين على قروض المشاريع الصغيرة إلى 60 عاما، ومددت الوزارة فترة ترويج معاملات المقترضين الظاهرة أسماءهم ضمن الواجبات السابقة من 3 إلى 6 أشهر. قررت السلطات الكويتية السماح بدخول 200 مشجع عراقي لحضور مباراة العراق والكويت، وستقام في الكويت مباراة الذهاب بين منتخبي بلدين لكرة القدم في 10 أيلول المقبل ضمن تصفيات كأس العالم، بينما تقام مباراة الإياب في ملعب البصرة الدولي في 20 آذار في العام المقبل. للمزيد تابع منصات يو تي في. إلى اللقاء.